الرسائل الأولى، أولا جلالة الملك أكد أن يعني التشخيص ديال الواقع المغربي فهو معروف، ولكن المشكل عندنا هو في الحكمة وفي تتبع وإنجاج المشاريع. ولكن أيضا جلالة الملك أعطى أهمية خاصة للشباب هذه المرة، وأعطى تعليمات فيما يخص تفعيل ديال المجلس الأعلى للشباب والعمل الجمعوي اللي خصو يعني يقوم بالدور ديالو كمؤسسة استشارية. أيضا المجال ديال التشغيل والتكوين وإدماج الشباب في التشغيل، إذا هذه كلها يعني رسائل يعني كيوجهها جلالة الملك للحكومة وللمنتخبين وخاصة المجالس الجهوية. الحل كعادة صاحب الجلالة دائما يدشن السنة التشريعية الجديدة وخاصة الدورة الخريفية بخطاب توجيهي ضمن مجموعة من التوجيهات المتعلقة بطبيعة الحال التي تصب دائما بتحمل المسؤولية من أجل التنمية المندمجة الكاملة مع ربط المسؤولية بالمحاسبة، وكذلك الإشارة إلى يعني إلى الجهوية كجهوية موسعة، ليست هي فقط كقوانين على الأوراق بل يجب تنزيلها على أرض الواقع. هذه بادرة طيبة أن يخصص جزء من الخطاب ديال افتتاح الدورة التشريعية الحالية للشباب في جزئين. الجزء الأول هو الاحتياجات والأمور الاجتماعية المرتبطة بالشباب، والمسألة الثانية هي فتح الباب للشباب من أجل أن يكون حاضرا في عدد من المؤسسات سواء السياسية، وهذا أمر مهم. والأمر الأهم من هذا هو التسريع يعني بتشكيل المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي الذي نص عليه الدستور، الذي تم إخراجه النص القانوني المرتبط به مؤخرا. الآن في الحقيقة كما تعودنا أن نقول بأن الشباب يجب أن يكون في صلب الاهتمامات ديال السياسات العمومية، الآن هذه إشارات واضحة من أجل إعطاء الشباب المكان اللائق التي يستحقها. خطاب قوي جدا، خطاب يعني بحمولة سياسية كبيرة تتجاوز مجرد تأسيس لسنة تشريعية فقط، ولكن تؤسس لمرحلة جديدة من تاريخ المغرب. تركيز قوي حول قضايا الشباب، تركيز واضح على أن التفعيل الأساسي والسليم لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة حاضر بقوة وسيكون حاضرا. أيضا هناك قضايا الشباب التي كانت واضحة في الخطاب الملكي السامي، واللي كتدفع الحكومة نحو تبني حقيقي لهذه القضايا عبر يعني ملفات واضحة تتعلق بفئة شبابية محددة والتي تشتغل في المجال غير المهيكل. أظن بأن خطاب مهم جدا ويحمل دلالات كما قلت قوية وسياسية ستؤسس لما يتجاوز مجرد سنة تشريعية. هذه إشارة أساسية ومهمة. فاش علاش هي إشارة أساسية؟ لأن تربطات بمجموعة من القطاعات الاجتماعية اللي المغاربة كلهم تيتحدثوا عليها، والقطاعات الاجتماعية الصحة والتشغيل والتعليم بالنسبة لنا المفتاح الأساسي لإنصاف الشباب المغربي، إنصافه أيضا من خلال اعتباره الآلية التي يمكن من خلالها أن نخلق نموذجا اقتصاديا جديدا، ما تتبناش على أننا نحقق للشباب فقط فرصة الشغل، نحقق له فرصة الاستقرار العائلي أيضا، بمعنى أنه اليوم ما يمكنليش نتعامل مع الشاب كما قلت قبيلة بانتهازية، أنني نستغل مشاكله ونستغلوا في حملة انتخابية ونستغلوا في برامج انتخابية ونستغلوا باش يمكن تزيد به سياسيا وما نصفوش لا اقتصاديا ولا اجتماعيا ولا سياسيا. الزلزال خصو يبدا بانني نعطيو الاصوات للشباب الحره اللي تيتكلموا ونسمعوا لهم، لان ماشي كل صوت شاب هو صوت نشاز، وماشي كل صوت شاب هو صوت غير رزين، وماشي كل صوت شاب هو صوت حماس فارغ، هو صوت مناد للتغيير. ومن هنا إلا عطينا الاعتبار لصوت الأصوات الشباب يمكن نخلقوا هذا النموذج الاقتصادي الجديد اللي تحدث عنه الملك في الخطاب ديالو.